بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. في الدرس الماضي تحدثنا عن المنادى المبني في محل نصب ونوعيه، المفرد العلم والنكرة المقصودة. وقلنا لماذا سميت النكرة المقصودة يا شباب؟ لماذا سميت النكرة المقصودة؟ لماذا سميت النكرة المقصودة هنا؟ يا معلم، يا عامل، يا طبيب، لماذا سميت نكرة مقصودة؟ هنا الضمة. لماذا هو نكرة مقصودة؟ ما معنى مقصودة؟ مقصودة يعني هذا أمامي. أمامي يعني هذا المعلم أمامي، وهذا العامل أمامي، وهذا الطبيب أمامي، لكني لا أعرف اسمه، وناديته بلقبه فقلت يا معلم ويا عامل ويا طبيب، والنكرة المقصودة مبنية على الضم. طيب، لو كان مدير المدرسة في حفل، والمدرسون والطلاب كلهم أمامه، والمدير تحدث إلى المعلمين وقال يا معلما جزاك الله خيرا، هل المدير هنا يتحدث إلى معلم واحد أم لا؟ أي معلم من المعلمين؟ معلم من المعلم. لا، أي معلم من المعلمين، هو لا يوجه كلامه إلى معلم واحد. طيب، كذلك إذا كان مدير الشركة في حفل وأمامه كل العمال وقال مدير الشركة يا عاملا اجتهد، يا عاملا اجتهد، هل مدير الشركة يوجه كلامه إلى عامل واحد أم إلى أي عامل من العمال؟ أي عامل من العمال، تمام؟ وإذا كان مدير المستشفى في حفل وكل الأطباء أمامه وقال يا طبيبا عالج المريضة، هل مدير المستشفى يوجه كلامه إلى طبيب واحد أم إلى أي طبيب من الأطباء الذين أي أمامه؟ طبيب إلى أي طبيب. فبالتالي يا شباب، أين المنادى هنا؟ أين المنادى في الجملة الأولى يا معلما جزاك الله خيرا؟ أين المنادى؟ معلما. وفي الجملة الثانية ما المنادى؟ عاملا. أحسن. الجملة الثالثة طبيبا. يا سلام، ممتازون. طيب، لاحظوا معي هنا ماذا؟ لاحظ يا معلما ويا عاملا ويا طبيبا، ما علامة نصب المنادى هنا؟ فتحة. لذلك هنا نعرب معلما وعاملا وطبيبا، منادى منصوبا وعلامة نصب الفتحة. طيب، إذن الآن من منكم يقول لي ما الفرق بين المنادى المقصودة والمنادى النكرة غير المقصودة؟ نكرة المقصودة مقصودة هذا هنا أمامي، هو يكون شخص أمامي. شخص نعم. أمامي. النكرة غير مقصودة، ولا يوجد واحد شخص، يوجد هنا أي شخص. ماذا يقصد أيضا؟ من منكم يوضح أكثر؟ شكرا لك ساجد، أحسن. من يوضح أكثر يا شباب؟ من يوضح؟ أستاذ، النكرة المقصودة يعني موجود في أمام. نعم، الشخص موجود أمامي، نعم. والنكرة غير المقصودة؟ والنكرة غير المقصودة يعني أي شخص من الأشخاص. أحسنت، يعني أي شخص من الأشخاص وليس شخص معين. يعني مدير المدرسة عندما يقول يا معلما
لا يقصد معلما واحدا، يقصد أي معلم من المعلمين. ومدير الشركة عندما يقول يا عاملا لا يقصد عاملا واحدا، يقصد أي عامل من العمال. وكذلك مدير المستشفى عندما يقول يا طبيبا لا يقصد طبيبا بعينه، إنما يقصد أي طبيب من الأطباء. هكذا نكون قد شرحنا النكرة غير المقصودة، وسنشرح في مقطع قادم النكرة المقصودة. وغير ذلك يا شباب، ما الفرق من حيث الحركة بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة؟ أستاذ، النكرة المقصودة حركة ضمة مبنية على الضم، مبنية على الضم، وغير المقصودة فتحة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. إذن النكرة المقصودة مبنية على الضم في محل نصب، والنكرة غير المقصودة هي منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وننتقل بعد قليل إلى شرح المنادى المضاف. سنتحدث الآن عن المنادى المضاف. قبل هذا نتذكر المضاف إليه. ما هذا يا طلاب؟ القلم. القلم. هذا قلم. هذا قلم. أضيفه إلى الأستاذ. هذا قلم الأستاذ. قلم الأستاذ. أين المضاف إليه؟ الأستاذ. الأستاذ. إذن أضفت القلم إلى الأستاذ، فالأستاذ مضاف إليه، قلم الأستاذ. تمام؟ هكذا المضاف إليه. أما بالنسبة للمنادى المضاف، فانظروا ماذا سأفعل. لو كان عندي كلمة حارس أضفها إلى المدرسة، ماذا يصبح؟ يا حارس المدرسة. من غير نداء. حارس المدرسة. حارس المدرسة. تمام؟ ماذا أعرب المدرسة هنا؟ المدرسة المضاف إليه. المضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. والحارس أضفناه إلى من؟ إلى المدرسة. إلى المدرسة. طيب تعالوا لننادي هذا الحارس. نادوا يا حارس المدرسة. يا سلام، يا حارس المدرسة. ماذا يصبح؟ يا حارس المدرسة. طيب ماذا أعرب الياء؟ يا حرف نداء. حرف نداء. حرف نداء. وماذا سأعرب؟ ماذا سأعرب المدرسة؟ المدرسة مضاف إليه. المفعول. المدرسة ماذا؟ مضاف إليه. مضاف إليه. مضاف إليه. مضاف إليه. ومنصوب وعلامة جره الكسرة. وعلامة جره كسرة. الكسرة. الكسرة. هذا سهل أم صعب؟ سهل. يا سلام، ممتاز. سهل جدا. الآن ماذا سأعرب حارسة؟ المضاف. المضاف. منادى. سأعربه منادى منصوب وعلامة علامة نصبه الفتحة. واضح؟ هذا هو المنادى المضاف. طيب لماذا سمينا حارس هنا؟ لماذا سميناه منادى مضاف؟ لماذا؟ ها؟ ماذا السؤال؟ لماذا سمينا حارس هنا؟ لماذا قلنا عن حارس منادى مضاف؟ منادى منصوب وعلامة نصبه. أننا أضفناه إلى من؟ مدرسة. إلى المدرسة. لأننا أضفناه إلى المدرسة. المدرسة. طيب لنأخذ مثالا آخر. مثلا كلمة
كلمة طالب، أكبر الخط قليلا، كلمة طالب أضف طالب إلى الفصل ماذا يصبح؟ الطالب المدرسة. أضفه إلى الفصل أو إلى العلم، أضفه إلى العلم، الطالب العلم، طالب العلم، طالب العلم. ماذا نعرب العلم؟ العلم أستاذ مضاف إلى المدرسة، مضاف إليه. أحسنت، مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، لأننا أضفنا الطالب إلى العلم. الآن لو أردنا أن ننادي هذا الطالب ماذا نقول له؟ يا طالب المدرسة، يا طالب العلم، يا طالب العلم. تمام؟ ماذا سنعرب الأداة يا أستاذ؟ حرف النداء. حرف النداء. والعلم؟ علم مضاف إليه مجرور علامة، مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. وطالبة منادي المنصوب. منادى، منادى منصوب علامة موضوع الفتحة. هذا صعب أم سهل؟ سهل جدا. سهل. سهل جدا. هكذا نكون قد انتهينا من درس المنادى. هناك نوع آخر من المنادى المنصوب، وهو المنادى الشبيه بالمضاف، وهو غير موجود في كتابكم، لذلك نكتفي بهذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.